أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد فروض المرحلة الأولى أو الفرد الأول الدورة الأولى بالنسبة للمستوى السادس، نشوف نموذج للفرد الأول الدورة الأولى مادة الفرنسية. نموذج على شكل PDF هتلقوه في الوصف. إذا النموذج على حسب منهاج المنقح. أول حاجة عندنا القراءة، نقرأ النص بعد نجاوبوا على الأسئلة. إذا بالنسبة للنص هو كيدير على لاتو حسان صومعة حسان. إذا نقراو النص ونجاوبو على الأسئلة. لاتو حسان دو غابا إي لومبليم دو لا كابيتال ماروكين. سا كونستركسيون أ إيتي أوردوني أون 1196 باغ لو سولدا يعقوب منصور. سون بوت إيتي دو كونستخويغ لا بلو غوند موسكي أو موند أبخي لا موسكي دو سامارا سيتي أون عراق. سون ميناري دو في كولميني أ 60 متر، مي لي ترافو سو سون أريتي أ 40 متر. Après la mort du sultan, aujourd'hui cette tour inachevée jouit d'une réputation touristique qui va au-delà des frontières. A. L'esplanade. À l'esplanade de la tour Hassan de Rabat se trouve le mausolée Mohammed V, où repose le roi Mohammed V et ses deux fils Moulay Abdullah et Hassan II. La construction de ce mausolée a nécessité 10 ans de travaux, soit de 1961 à 1971. Elle est tout simplement une pure merveille architecturale avec son toit pyramidal et son marbre blanc d'Italie. Les visiteurs peuvent rejoindre la chambre funéraire par le biais d'un grand escalier. Ils peuvent observer à partir d'une sorte de balcon le sarcophage du roi Mohammed V et les deux tombeaux de ses fils. Et dans le Nisba, nous avons la Somme Hassan. اللي كاينه في عاصمه المغرب الرباط، ان البناء ديالها بدا في 1196 من طرف السلطان يعقوب منصور. اذا الهدف ديالها كان في الاول هو انهم يبنيو اكبر جامع في العالم من بعد جامع سامارا اللي كاين في العراق. اذا بالنسبه للعلو ديالها يعني كان ما يوصلوا 60 متر، ولكن الترافو يعني العمل يعني وصلوا غير 40 متر من بعد ما مات السلطان. اذا بالنسبه هي معلم مسيحيه، وبالنسبه لهاد لاتو حسن فيه ضريح محمد الخامس، وفين كاين كذلك اوكي يعني لغوة محمد يعني 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 الضريح ديال محمد الخامس وولادو بجوج مولاي عبد الله وحسن الثاني. اذا بالنسبه البناء ديال هاد الضريح تطلب 10 سنين ديال الخدمه، يعني من 1961 حتى 1971. اذا بالنسبه هنا كيهضرنا على ان لي فيزيتور سياح ممكن يدخلوا واحد لا شامبر يعني عن طريق واحد ليسكالي واحد الدروج. اذا وممكن يشوفوا من البالكون يشوفوا الضريح محمد الخامس اي وديال المولاي الحسن الثاني ومولاي عبد الله. اذا غنمشيو دابا نجاوبوا على الاسئله انطلاقا من النص. اذا قال لك لي لو باراغراف دوموندي اون ريسبكتون لا بونكتياسيون. اذا بروبوز ان تيتر اوكي ا سو تيكست. اذا قلنا بالنسبه للنص هو كيهضر على لا تور حسن، اذا احسن عنوان للنص اللي ممكن نكتبو لا تور اوكي لا تور حسان لا تور حسان. اذا العنوان كيعطينا فكره علاش كيهضر النص، المعلومات اللي كيعطينا على لا تور حسان. اذا غنمشيو السؤال الموالي. كون لا كونستركسيون دو مونيمون سيتي دون لو تيكست اتيل ايتي اوردوني اي بار كي. اذا نرجعو النص باش نجاوبو على السؤال. انا كنوريكم كيفاش ممكن تجاوبو بطريقه سهله. إذا sa construction هي a été ordonnée en 1196 قال لك متى ومن طرف. إذا par le sultan يعقوب منصور. ممكن نهزل الكلمة الجملة كما هي ونزلها والجواب عندي صحيح وناخذ النقطة ديالي. إذا هنا غنكتبو هنا بالنسبة la construction. إذا غناخدو غنقولو sa construction. إذا la construction إذا quand إذا la construction du monument la construction idan ion la construction de quoi de ce monument la construction de ce monument de ce monument idan نكتبو الجمله كما هي في النص. a été ordonné a été ordonné a été ordonné par qui idan a été ordonné a été ordonné par qui alors a été ordonné par il y a la construction et dans deux e mouannes a été ordonné ok en on écrit le tarikh 1196 par qui par sultan par ok sultan ou par le sultan
Oui, alors Sultan Yaqub Al-Mansour. إذا نكتبوا الجملة كما هي. يعقوب المنصور. يعقوب المنصور. يعقوب المنصور. إذا إم خاصها تكون أسماء منصور. إذا جاوبنا على الجملة كما هي في النص. إذا هذا هو الجواب. ننتقل للسؤال الموالي. Quelle est la hauteur en mètres de monument cité dans le texte؟ إذا نرجعوا نشوفوا الجواب. إذا سوميناري، إذا لا هوتور هنا كيعني الارتفاع. إذا هنا سوميناري دوفي كولميني على 16 متر، مي لي ترافو سو سون اريتي على 40 متر. إذا في الحقيقة كانوا غيوصلوا 60 متر، ولكن هي توقفات في 40 متر. إذا الجواب غيكون 40 متر. إذا لا هوتور دو سومونيمو، أوكي، لا هوتور دو سو مونيمو. إذا لا hauteur de monument ولا اوكي اون جينيرال دو سو مونيمو ولا دو مونيمو كومبيان. إذا قلنا اي كوا اي 40 اي 40 متر. تري بيان. إذا غنشوفو maintenant question la question suivante. De quoi jouit-elle la tour Hassan aujourd'hui؟ إذا نرجعو النص ونشوفو هداك الفيرب فين كاين. إذا بالنسبة ديما غنشوف على حسب أشنو عندنا في الجملة وعندنا خد هداك الجواب. إذا هاي جوي دون ريبيتاسيون توريستيك كي فا أو ديلا دي فرونتيير. إذا سي تور إن أشوفي. إذا سي تور جوي هنا غنكتبو الجواب. إذا رجعو للسؤال ونكتبو الجواب. إذا هنا أشنو عندنا؟ إذا سي تور Cette tour est quoi? Jouit, voilà, d'une réputation de quoi? Touristique, d'une réputation touristique, ok, qui va au-delà des frontières, يعني شي حاجة, يعني فايت الحدود. Qui va au delà de quoi au delà des frontières. Dan hadawa jawab li kain fi nass frontières. Très bien. Ntaqlu question suivante. Que se trouve-t-il à l'esplanade de la tour Hassan? Dan jawab daiman min nass. Dan hna à l'esplanade, OK? شنو عندكين هنايا دو لا تو حسن دو غابا سو تروف اوكي لو موزولي محمد 5 اوكي. اذا هنايا اذا غنشوفو هنايا غنقولو غنكتبو او روبوز لو محمد 5 اي سو دو فيس مولاي عبد الله اي حسن. اذا كتبو ضريح محمد هنايا رجعو نكتبو الجواب. اذا بالنسبه الجواب غنكتبو ديال السؤال الوغ اوكي اليسبالانات سو تروف كوا. إذا نكتبو الجواب. إذا هنا ا لسبلاناد سو تروف كوا سو تروف alors سو تروف موزولي سو تروف اوكي لو سو تروف لو موزولي اوكي دو كي alors دو روى محمد 5 محمد اوكي 5 محمد 5. اذا بالنسبه تاريخ محمد الخامس. اذا غنمشيو دابا السؤال الموالي. لا كيسيون سويفونت كومون لي فيزيتور بوفتيل روجواندر لا شامب دو فينيرير دو موزولي. اذا كيفاش ممكن يوصلوا للطريح؟ اذا هنا كاين عندنا الجواب لي فيزيتور بوف روجواندر اوكي لا شامبر فينيرير بار لو بايس دان غون اسكالي يعني بطريقه الدروج. اذا غنشوفو دابا ونكتبو الجواب. اذا بالنسبه للجواب غنكتبو كما هو في النص. اذا غنجي ونكتب هنا. اذا لي فيزيتور بوف روجواندر لي فيزيتور اوكي بوف روجواندر لو اذا لا شامبر اوكي فو نيرير
اوكي باغ لو بايس، يعني كيفاش ممكن يدوزو باغ لو بايس دان اسكاليي، دان اسكاليي ولا دان غران اسكاليي، دان غران اسكاليي. اذا هذا هو الجواب، لي فيزيتور بوف روجواندر لا شام فينيرير باغ لو بايس دان غران اسكاليي. بهذا نكونو سالينا التصحيح ديال هذا النموذج، نتمنى نكون فتكم، شكرا والى اللقاء.